حقيقة انتشر بقوة على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمه صناعة الأزمة. احنا حبينا جدا نعرضه لحضراتكم النهاردة. فيديو مدته حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق تقريبا. أرجوكوا تابعوه، أرجوكوا اسمعوا الكلام، لأنه هو كمان معمول بلغة بسيطة قوي، بلغتنا البسيطة قوي، بدون تعقيدات، وبيحكي الناس دي بيفكروا ازاي، والناس دي لما كل شوية يقعدوا يقول لك نازلين 6 أكتوبر، نازلين 11/11، نازلين مش عارفة محاكمة مين، نازلين في 30/6، نازلين يوم 3/7، نازلين يوم التفويض، نازلين في ذكرى رابعة، نازلين في ذكرى الحرس الجمهوري، نازلين في ذكرى معرفش إيه. إيه الهدف؟ إن هو وفي الآخر ما بينزلش ولا بيعمل. إحنا بقالنا سنتين بنسمع التهديدات دي، بتشوف المظاهرات ولا حاجة منهم، ما بتشوفش حاجة منهم. أمال إيه؟ أمال الناس دي كل شوية عمالة تهدد وتقول هننزل وهنعمل وتحشد ليه؟ أتاري إن ده علم، اسمه علم صناعة الأزمة. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده. اوعى تفتكر إن الهدف هو عمل ثورة بجد في 11/11. هما أول ناس عارفين إنهم شوية عيال هيتلموا في بوكس 5 راكب. الهدف يا أهل العقل والمنطق هي الفترة من ساعة الإعلان عن نيتهم وصولا لتاريخ الحدث الوهمي المزعوم. الهدف إنهم يخلوا البلد تعيش دايما في حالة غليان واستنفار وحذر وترقب، لأنهم عارفين إنه مفيش بلد ممكن تنمو وتتقدم بالمعدل المطلوب في ظل وجود عدم استقرار أمني ومعنوي ومادي. يعني يخلونا نعيش شهرين في حالة قلق وخوف انتظارا لليوم الموعود 11/11، وسلطات الدولة تعلن استنفارها، وطبعا ده بيكلف فلوس طائلة، ويساعدهم الإعلام العويل العميل. الحق هنبقى العيال وسوريا، أنا بقول يا رب يا رب نكون زي العراق وسوريا يا رب. ولما نوصل ليوم 11/11 نلاقي كل ده بلح، وطبعا بعد 11/11 ما تعدي بلا أي مشاكل ولا أحداث، يومين ثلاثة وهوب ينزلوا بمنشور ما يسويش 3 مليم على صفحة من صفحاتهم يقول لك فيها موعدنا 25 يناير، ونرجع نقلق من تاني، والدولة تستنفر أجازتها تاني، والإعلام والمغردين يقعدوا يسخنوا الناس ويهروا شهرين كمان، وبعد 25 يناير يبقى ذكرى تنحي مبارك، وبعدين محمد محمود، وبعدين وزارة الدفاع، وبعدين 30 يونيو، وبعدين فض رابعة، وهلم جرة. اللي محدش يعرفه انه من ضمن التدريبات اللي حصل عليها النشطاء العملاء قبل 25 يناير حاجة اسمها خلق نقاط توتر. خلق نقاط توتر انه يخترع لك كل شهر حدث، والحدث يطرح ذكرى سنوية، علشان لو فشلوا في مخططهم الرئيسي تفضل نقاط التوتر دي شوكة في حلق البلد حتى لو ما حصلش فيها اي حاجة. لكن طبقا للنظريات الامنية لازم الدولة تستعد ليها وتاخدها على محمل الجد وتفترض أسوأ الاحتمالات، وده طبعا بيستنزف جزء كبير من مواردها في التأمين. طب والحل ايه؟ الحل ايه؟ هنفضل كده؟ لا طبعا، لو فضلنا كده يبقى احنا اللي بنحيي وبننمي نقاط التوتر بنفسنا. الحل هو اننا كمصريين ملناش دعوة بالإعلام دلوقتي. مستخدمي مواقع السوشيال ميديا نعمل الآتي: أولا، نتجاهل تماما الحديث عن أي فعاليات هم بيدعوا ليها، ما ندخلش في أي حوارات، ما نسقيش زرعهم بالجدل والرد والخوف، ما ننشرش منشورات ساذجة ومقرفة من نوعية الواحد بدأ يقلق، تفتكروا هيحصل ايه في 11/11، تتوقع يحصل ايه، مش عارف ايه، وحاجات من النوعية دي اللي بتخليهم يضحكوا علينا ويحسوا اننا خايفين ومرعوبين منهم او نعمل حسابهم. ثانيا، نركز جهودنا في نشر الايجابيات ودعم الدولة ورئيسها والرد على الشائعات بحقائق على الارض، وننشر جو التفاؤل اللي هيتنقل للمسؤولين بالتالي وللرئيس بصفته متابع جيد للسوشيال ميديا. ما تحسسوش انه بيشتغل لوحده، ما تحسسوش انكم مش واثقين فيه. ثالثا، خليك ايجابي في الشارع وفي شغلك. اللي يغلط في مصر او في قيادة مصر او جيش مصر ما تسيبوش يعدي كده باللي قاله من غير عقاب، وانت بقى ومقدرتك. شير من فضلكم، شير علشان توصل لأكبر عدد من المصريين الوطنيين، المصريين اللي بجد. دي أقل حاجة نعملها، إن احنا نقف نشارك
ندافع، نكون إيجابيين، نحب البلد أكتر، ما ننساش في الزحمة دي كلها نكلم ولادنا على التضحيات اللي الأبطال دول بيعملوها، ما ننساش إن إحنا نقضي وقت معاهم عشان نفهمهم يعني إيه وطن ويعني إيه بلد ويعني إيه حب بلد، نكلمهم عن أكتوبر وأمجاد أكتوبر، نكلمهم عن ثورة يناير، نكلمهم عن ثورة 30/6، ما ننساش إن إحنا نعمل ده. خلينا ناخد على الهاتف الأستاذ إسلام الكتتني، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. يا أستاذ إسلام صباح الخير يا فندم. حياة حضرتك وكل المشاهدين الكرام. يا أهلا بيك يا فندم. سمعت واتفرجت معانا على صناعة الأزمة؟ وهو كان قبل كل شيء نعزي أنفسنا أو بالأحرى نهني الشهيد الذي انتقى إلى الجنة إن شاء الله، الشهيد عادل رجائي. عادل رجائي بالأمس، وهذا هو الثمن الذي يقدمه أبناء الوطن الشرفاء من أجل أن تبقى مصر، فكلنا زائلون ويبقى الوطن، وهؤلاء هم أخلص وأطهر وأشهر المصريين، لأنهم بذلوا أغلى شيء وهو أرواحهم. الأمر الثاني، صناعة الأزمات شيء يعني المصريين كلهم أصبحوا على قناعة أنه ليس اعتباطيا هذه الأزمات التي نراها، ولكنها بفعل فعل، يعني مفيش حاجة بتيجي. ده طلع علم يا فندم، ده طلع احنا ما عدنا بقى ذاكرنا ودرسنا وسألنا بقالنا فترة، ده طلع علم اسمه صناعة الأزمة، ازاي تخلق زي ما الفيديو كان بيقول كيف تخلق نقاط توتر في لدى شعب او في وطن او في بلد معين انت عايز تشعل فيه ازمات التفرقه والثورات، ده علم. نعم، ونحن نفرق ونفهم جيدا الفرق بين ازمات نتيجه تراكم لمشاكل عبر عشرات السنين وندفع ثمنها الان، وبين ازمات تصطنع من اجل ان تحدث بلبله وفتنه في الدوله المصريه وبين ابناء الشعب المصري، وتقليب الشعب فئاته بعضها على بعض، او تقليب الشعب على الرئاسه والحكومه والى ذلك يعني. فده شيء يعني احنا ايه بنفرق ما بين الاثنين، ولكن فعلا احنا حقيقه امام مشهد، هذا المشهد يدل على اننا فعلا بصدد صناعه الازمات، وصناعه هذه الازمات لا يختلف اثنان ان وراها يا اما من يتربصون بالدوله الاسلاميه سواء من الداخل او من بالدوله المصريه عفوا سواء من الداخل او الخارج، وهؤلاء معروفون لدى الجميع سواء جماعه الاخوان او من تواطؤوا لهذه الدوله المصريه من الخونه والعملاء، او بعض الجانب الاخر علينا ان نقر ان هناك من يحاول صناعه الازمه من بعض الفاسدين يعني في الوطن، لان في بعض الازمات اللي احنا بنشوفها بيشترك فيها بعض عفوا رجال الاعمال الذين يلهثون وراء المكسب السريع او الى اخره، يمكن هم دول الصنفين اللي احنا بنشوفهم في المشهد المصري اللي هم طبعا اشد خطوره طبعا اللي هو اللي بيحاول يوقع الدوله، يعني سواء كان الاخوان من يتعرف معهم او الخونه سواء كانوا في الداخل او الخارج. اما الصنف الثاني هم المفسدين، فدول برضو يعني مشتركين ولكن ضررهم اقل من ضرر هؤلاء، لان الارهاب والفساد وجراني العمله الواحده ولكن على درجات متباينه يعني. فنحن اذا مشهد هذا المشهد يدل على اننا فعلا في صناعه ازمات متكرره من اجل ان الا تتنفس الدوله المصريه الصعداء والا نشم وده اللي حاصل يا استاذ اسلام، احنا مش عارفين نشم نفسنا، ما هو ده اللي حاصل، المواطن مش عارف يشم نفسه، احنا بنقوم من ازمه كذا لازمه كذا لمشكله كذا، سيبك بقى من كل الازمات بتاعت السلع التموينيه والزيت والسكر والكلام ده والدولار والكلام ده، ودي ازمات مش هينه برضو، لكن انا بتكلم بقى كمان في فكره خلق نقاط التوتر اللي احنا بنتكلم عليها دي، انك كل شهر ولا اتنين في تاريخ متحدد لك انه الحق البلد هتقوم في التاريخ ده، الحق في ثوره في البلد ده، الحق، مش عارفين نشم نفسنا. يمكن احنا قرانا اللي هي حروب الجيل الرابع والخامس ثم الى اخره وكتاب جينشارك والى اخره، يعني ده امر مفروغ منه يعني، فعلا بيحدد لك اللي هي حرب الاشعاع، حرب الازمات واختلاف الازمات الى اخره، ولكن في نقطه جوهريه عشان نخرج من هذا الفن.
ان طالما الشعب المصري على اولا على وعي كافي بهذه المؤامرات التي تحاك ويفرق ما بين الازمه التي تخلق وتصطنع وبين الازمات التي نتيجه تراكم عشرات السنين من سياسات خاطئه في العهود السابقه وندفع ثمنها لها. بعد الوعي الحاجه الثانيه قوه ومدى تماسك الشعب المصري. دي مهمة جدا، فكرة الجبهة الداخلية، هل الجبهة الداخلية للشعب المصري على درجة من التماسك، يعني مش عايز أقول زي ما كان في 30 يونيو أقرب إلى 30 يونيو، للأسف الشديد أنا أقدر أقول لا، إحنا مش للأسف إحنا مش على نفس الدرجة من التوحد والتماسك اللي كان في 30 يا فندم. حتى 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 في يناير، حتى في ثورة يناير في ناس كتيرة نزلوا الميادين وقالوا عايزين ثورة، وفي ناس اللي هم سميناهم فيما بعد حزب الكنبة اللي هم ما عملوش حاجة خالص، وفي لو تفتكر ناس نزلوا مصطفى محمود وقالوا لا ومش عايزين ثورة ومش عايزين كذا ومش عايزين كذا، بس حتى الاختلاف ساعتها يعني ما تعرضناش لبعض، يعني ما تعرضناش لبعض، كانت ثورة يعني ما تعرضناش لبعض باختلاف. طبعا بعد كده بقى معركة الجمل والحاجات اللي هي فيما بعد عرفنا مين اللي كان بيسخن الناس ومين اللي لقى الناس لما هيبدأوا يهدوا ويقولوا خلاص ماشي موافقين يمشي بقى ونرتب الأمورنا وكده، راحوا ايه مش عاليلين الدنيا. فكرة في انه اختلافنا دلوقتي بقى صعب جدا، يعني سخرية وانتقاد وتفرقة وشتائم وبذاءة في التعبيرات للأسف غير مقبولة، غير صحي بالمرة. يعني حتى يمكن قبل كده هو كنا بنشوف الاختلاف في كرة القدم قبل كده وكان يعني اختلاف صحي، جماهير الأهلي جماهير الزمالك، لا احنا دلوقتي حتى الاختلاف في الكرة اصبح بهذه الدرجة من الخطورة. لا احنا مش يعني حد مثال بسيط بالأمس على الفيس بعض الأصدقاء والصديقات بيكتبوا بعض البوستات عن لا احنا النهاردة هنشجع الاهلي عندنا انفزاع حال المشجع عصام الرئيس. انا دخلت وبقول لهم يا شباب احنا انا عن نفسي بشجع النادي الاهلي ولكن كلنا النهارده هنشجع النادي الزمالك لانه يمثل مصر في هذه اللحظه، يعني فمش عاوزين احنا نصل الى هذه الدرجه ودخلنا في نقاش وبتاع، يعني نقاش في حاجات بديهيه. فده امر انا يعني اللي انا شايفه وباكد على كلام حضرتك، لا احنا للاسف الشديد الاختلاف بتاعنا حاليا ما بقاش اختلاف صحي، وده اللي انا بنبه ليه مرارا وتكرارا. انا ماشي في حمله مسميها حمله تكتل ان شاء الله هتعلن الفتره القادمه، اللي هي ازاي نوحد جبهه 30 يونيو، ازاي نتوحد تاني ونوحد الجبهه الداخليه. ده دورنا كلنا. ما هو استاذ اسلام، ما هو انا برضو هقول لحضرتك على حاجه، ما هو انا برضو ما ينفعش اكون متناقضه واقعد اقول ايه لازم نتوحد ولازم نبقى شعب واحد ولازم نسمع كلام الرئيس ونبقى كده ونبقى ايد واحده، واطلع اشتم في ثوره يناير واطلع اعمم واقول ان كل من اشترك فيها كان عميل وخاين. ما ينفعش التشكيك ده برضو، ما ينفعش التشكيك ده. لا كان فيها عملاء وكان فيها ناس واخدين تدريبات بره عشان يسخنوا الناس ويهيجوا الشعب، لكن كمان كان فيها ناس وطنية وعايزة البلد تبقى أحسن. ملايين نزلت حضرتك، يعني ملايين نزلت ملايين، معنى ان في البعض اللي تصدروا ولا كان فوتوشوب برضو ولا ايه زي 30/6 ما قالوا عليه فوتوشوب. طيب لا انا مع حضرتك في هذا الطرح، وان شاء الله كلنا ندفع وندق للامام ان احنا كمصريين نحاول نوحد الجبهه الداخليه في تناغم وننزع رداء الاختلافات الايديولوجيه ولا الاختلافات السياسيه عشان البلد تطلع لقدام، لان طالما في ابناء شفيق وابناء مبارك واهلاويه وزملكاويه وناصريين وتسويين الى اخر هذه الاختلافات، نحن كلنا مصريون، هذه هي اللافته الوحيده التي ينبغي ان ننطوي تحتها كلنا. انا بس انا ده راي حضرتك، وانا بس هقول حاجه صغيره قوي، ممكن اكون صح وممكن اكون غلط. احنا دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه اما مصريون، يعني المفروض نبقى يا مصريين كلنا ايد واحده باختلاف بقى كل التوجهات والفئات اللي حضرتك ذكرتها، يا اما اخوان ارهابيين بس. لا طبعا هو لا نضع انفسنا امام هذا الخيار، يا اما انت فعلا تكون مصري بجد بس، يا اما تكون انت على الطرف الاخر المناوئ للدوله المصريه وعاوز يوقع الدوله وعاوز ان هو يهد في هذه الدوله اللي بتحاول انها يعني تقوم من وتفوق من الكبوه بتاعتها نتيجه سياسات. ده دورنا كلنا نشتغل على ده باذن الله. بشكرك جزيل الشكر الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه الاستاذ اسلام الكتتني. هو ده دورنا كلنا، هو ده دورنا كلنا. حضرتك مقتنع بثورة يناير؟ حضرتك ما ينفعش يا جماعة التناقض اللي بيحصل، ما ينفعش أبقى عمال أتكلم وتحيا قواتنا مسلحة وتحيا مصر ولازم نقف مع بعض ولازم وبعد 3 دقايق تلاقوني بشتم في ثورة يناير وبعمم وأقول إن كل اللي فيها خونة وعملة.
يعني ما ينفعش، مش وقته خالص دلوقتي. خلاص اللي كان مع الثوره مع الثوره، واللي ضدها ضدها، واللي عنده واللي عايز ينتخب الرئيس السيسي تاني، واللي مستني 2018 عشان يشوف مرشحين تانيين ويقارن ويختار حد تاني. كل بس في اساسيات ما ينفعش نختلف عليها: حب الوطن واحترامه، واحترام سياده الوطن، احترام القوات المسلحه والجهاز الامنيه اللي فيها. ما ينفعش المشهد اللي شفناه، ويا رب عمره ما ربنا ما يكتبه تاني علينا، ان ان انك تشوف شباب واقف بيتصور وفي ظهره مدرعه بتتحرق، سواء كان جواها جنود ولا كانت فاضيه، او بتقع من على الكوبري وهو واقف بيتصور وبيضحك. دي كانت مصيبه. انت كنت بتتكلم على اختفاء هويه جيل كان، كنت بتقول الناس دي اعلمهم ايه؟ يعني اقول لهم حبوا البلد ازاي؟ ازاي؟ ده دورنا كلنا، مش وقته خالص انقسامات دلوقتي. نقف مع بعض عشان نبقى كده بجد، ومن غير ما نضحك او نهزر.